ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ለሁላችንም የደስታ ቀን ነው በእውነት ሁላችንም ደስ ብሎናል አሁን እየላችሁ የቀረብኩት ከዚህ ከአባይ ጋር እንግዲህ በተነሳ ሁላችንም የማንረሳው ሰው አለ መሃመድ አራሩሲ መሃመድ አራሩሲ ከ200 በላይ ቃለ መጠይቆችን አድርጓል ከአልጀዚራ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የውጪ ሚዲያዎች ጋር በአረብኛ የኢትዮጵያን ጥቅም ያስጠበቀ ነው ዛሬ በጣም ደስተኛ ነው መሃመድ አራሩሲ መልክት አለው ለመላው ኢትዮጵያውያን ለመላው ዓለም ሁሉ እንድታሰራጭ ይፈልጋል ይህ መልክት በአረብኛ ያስተላልፋል ፎኑ እንድትከታተሉ እየጋበዝኳችሁ እኔ እዚህ ጋር በቃለሁ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁላለሁ شكرا لكل من وقف مع اثيوبيا حتى راها اليوم تحقق اولى احلامها هذه البلاد وربوعها اليوم هي تفرح فرحتها الاولى ليست الاولى بكل ما تعنيه الكلمه ولكن هذه التطلعات التي رايتموها اليوم كيف ان بلادنا اليوم وقفت صامده لتنمي هذا الشعب المغلوب على امره اليوم نحن نجني هذه الثمار اليانعه فشكرا لك يا اثيوبيا وشكرا لكل من اراد الخير واحب الخير لاثيوبيا ايها الاخوه في جمهورية مصر العربية إننا نزف إليكم هذا الخبر الذي شاهدتموه وسمعتموه ورأيتموه بأم أعينكم لتثبت لكم بلادنا بأن بلادنا ليست للإضرار بشعب مصر الكريم نحن تربطنا بكم أواصر كثيرة أواصر لا يمكن أن تتمزق بمثل تصريحات عابرة همها وهدفها أن تفتت وتمزق النسيج الإفريقي الذي تتمتع به بلادنا ودول القارة الإفريقية أيها الإثيوبيون في كل مكان إننا نهنئكم اليوم ونحن نرى كيف أن بلادنا بفضل الله تعالى قد تمكنت من ملء خزان سد النهضة تعبئة أولية دون أن تشكل أي ما ضرر يذكر على أشقائها في مصر والسودان فإذا كانت هكذا فإذا كان الأمر كما رأيتم أو كما لم تشعروا به فكيف يا ترى تشعرون بأن إثيوبيا ستضر بكم حتما فإن قيادتنا وشعبنا الإثيوبي الكريم لا يريد الإضرار بأحد وإنما نحن هنا مصدر السلام نحن نصدر السلام للقارة الإفريقية لنقول للعالم أجمع تالله لن يصيبكم منا مكروه إن شاء الله فاطمئنوا واحرصوا وإلى الإعلاميين الإثيوبيين الذين ساهموا في هذه المرحلة المتقدمة لبلادنا وهم يرون اليوم كيف أن كفاحنا قد آتى ثماره بفضل الله تعالى ثم بإرادة هذا الشعب العظيم الذي يأبى الضيم والجور والظلم كما يأبى أن يكون على هوامش الدول نحن نرضى أن تكون بلادنا مستقرة وقارتنا مستقرة بل نسعى لذلك بكل ما أوتينا من قوة لا نضر بأحد هذه رسالتنا ورسالة شعبنا الإثيوبي الذي رأيتموه كيف هو اليوم يحتاج إلى هذه الطاقة التي ينعم بها الأشقاء في دول الجوار أيها الإعلاميون الإثيوبيون هناك من يريد أن يشتت رسائلكم التي تصدرونها فكونوا خير سفراء لبلادكم كونوا خير سفراء لبلادكم وأنتم تبرزون لهم الحقائق دون تهجم
ودون أن تتهجموا على الأفراد والمجتمعات. فقضيتنا ليست الشعب المصري أو الشعوب المجاورة، قضيتنا تنمية إثيوبيا. فاحرصوا على هذه الرسالة بكل ما أوتيتم من قوة، ولا تنزلقوا إلى منزلقات تحسب على بلادكم. أنتم سفراء الكلمة في بلادنا، فكونوا خير من يمثلها، ولا تكونوا كمن يمثلها بسوء، فيبصر العالم لبلادنا بعين من الريبة والبغضاء. فأنتم أهل للسلام، وأنتم أهل للجمال والبهاء، وللعادات والقيم والتقاليد الإثيوبية التي تتمتع بلادنا بها. نحن من آوى خير البشر بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والسلام، فكيف اليوم نتسبب في إيذاء الآخرين؟ إننا في فرحة غامرة لا يمكن أن توصفها البيانات، ولا يمكن أن توصفها السطور. نحن في فرحة نحمد الله عليها، ستتوالى فرحتنا طالما تكاتفنا وتوحدنا وجنبنا خلافاتنا الداخلية. كل الشكر والتقدير والثناء لله سبحانه وتعالى، ثم لقيادة بلادنا، للدكتور أبي أحمد علي، وواجهة الدبلوماسية الأولى في بلادنا السيد قدو أندرقاشو، ولمعالي وزير الري والطاقة والمياه الدكتور المهندس سلشي بكلي، وكل من قام على هذا الملف، ملف سد النهضة العظيم. نشكركم باسم الإثيوبيين، وكذلك باسم الأفارقة، لما قدمتموه من نجاح باهر في قضية الشعب الإثيوبي المعاصرة الأولى، قضية سد النهضة. وإلى الأمام يا بلادنا الحبيبة، إلى الأمام يا مأوى الهجرتين، إلى الأمام يا إثيوبيا الخضراء، في أمان الله. محمد العروسي.